مرحبا مشاهدينا في الصبيقه نشوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر من مدينه الدار البيضاء اللي كتشاهدوا معنا في هذا الاثناء. انا غادي نصور انا شدان شدانه واحد الكلبه من نوع طوب ارجون، مولاها كيتاجر في المخدرات او في السيليسيوم. فرقة المصلحة الولائية وفرقة محاربة العصابات التابعة للمصلحة الولائية الشرطة القضائية من بعد معلومات دقيقة تمكنهم من إيقاف هي هذا الشخص اللي كان برفقة هذه الكلبة، فهمتي؟ ولكن كنت كتسناه كتشوفوا شحال هما موقفين هنا البوليس، ما بغاش يمشي حتى ركبوا البوليس ومشات معاه. شحال وهي واقفه ما بغاش تغادر المكان حتى ركبات معاه حتى ركبوها معاه. وغادي يدي وسط الشخص اللي كانت بغرفة هاد الكلبة وما بيها ما بغاش يمشي. هاي نزلات، واو نزلات، هاي نزلات. نتمنوا بأن ما تصابتش لأن لا ذنب لها. أنت ممكن تشوف هو نوع شاري سوري. شوف كيفاش غدا عند مولاها هي عاوتاني غادي تمشي باش تطلع السيارة ديال الشرطة. هاهي طلع عند مولاها، هي طلعات عاوتاني. مولاها تعتقل ما بغاش يمشي. ها هي طلع عندو. حمدا سبحان الله، كنا عرفات بأن هذه السيارة ديال الشرطة. مولاها ما بغاش يركب معاه في الطوموبيل ديال البوليس. سبحان الله. شايف الأمن كيتعاملو معاها بإنسانية. هاهما طلعو عند مولاها وفي الأثناء غادي يغادرو إلى مصلحة الشرطة. كان كيف تشبهوا معنا مشاهدينا الكرام، كلبة تعاملوا مع رجال الأمن فرقة مكافحة العصابة التابعة للمصلحة الولائية الشرطة القضائية بكل إنسانية. دواء مع مولاها، دواء مع صاحبة اللي تم الإيقاف ديالو، متحوز بمخدرات، كان كيتاجر في مخدرات من نوع السيليسيون، كان كيتحمى بها. شدوه، بقاو كيتسناو الصياغة ديال الجماعة بأنها تدخل على الخط من أجل النقل ديالها. تأخروا عليهم، الناس خصهم يخدموا، خصهم يدخلوا في أحداث أخرى. هزوا معاهم الكلبة على متن السيارة. نزلو معاهم، انزل، منساوش بأن هاد النوع ديال الكلاب، هاد الدوق أرجنتان، من أخطر وأشرس الكلاب، خصوصا بـ
بقى غير الملك ديالو انه كيستعملوه قمارة كوسيلة للقمار. دوك ارجنتان كانيكورسول بيت بول وعدة انواع اخرى اللي كتستعمل في هذا النوع من القمار، من غير انها حيوانات أليفة كتحمي الانسان وكتحمي الممتلكات ديالو. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، دمتم في رعاية الله وإلى مبشرين آخر.